الحضور ديالكم. انا جد سعيده بحضوري اليوم تواجدي بين الناس فاس الفاسيات. عجبني الحال بزاف، كنحس براسي بين عائلتي. رحبوا بيا، الله يكبر بيهم، كنقول لهم شكرا بزاف. كنبغي نقول لاميمه وايمان ومريم تبارك الله عليكم، فكرتوا في هذا النهار الزوين انكم تجمعوا الناس ويتعرفوا ما بيناتهم. وكاين بزاف التقاليد المغربيه، الشها، القفطان المغربي، الحنه، بزاف تحويس. كنبغي نقول لهم تبارك الله عليكم، وفاس معروفه بالتقاليد ديالنا. وكنبغي دائما انا اي مرأة كتبدع في هذا الشيء ديال التقاليد المغربية كنشجعها وكنقول لهم تبارك الله عليكم. واكيد حاضرت معنا اليوم المنظمات ديال هذا الحفل ولا هذا العرس الفنين ايمان وميمة، مرحبا بكم معنا. شرفتينا بك، شرفتينا بالحضور ديالك، مرحبا بكم. اول حاجة كنبغي نشكر سعيد على الحضور ديالو، تبارك الله فيكم. السيد قدوس الى النخبة واحد عيسى، وانا اللي غنفكر في عيسى ونفكر في السيد سالم. ما عندي ما نقول، قولي ديمني جات انا غنفيكم في الغدا زعما انا خصنا انها تكون تابع الموضع. انا كدا استعار الحضور ديال الجماعات معنا كيف قلت لكم، بلاصه وين كانت مختاره بحضور السي سالم مريم فريمون دازت في المستوى. ولا شفا غير ديما كنديرو صباغيه كبدي، ديما كنديرو دي شغل فيزين، يعني هاد الشيء مولف فينا ديما كنديرو كنشوفو الحضور ديال الناس معانا. سالي شو تبغى تقول لإيمان وميمة؟ على تم نشكرهم بزاف، كلام الدعم على إيمان لك وشرف لينا كنتواجد معاكم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انطلاقة مجموعة السهرة تصبح بينا إن شاء الله، وتبارك الله عليكم أنت أنتوما، مرحبا بكم. اليوم كان واحد الأمسية فنية رائعة بالحضور ديال واحد الناس اللي كان صراحة رائعين، والجو كان ممتاز. الحمد لله ماشي أول مرة اللي كنديروا بحال هاد الكالاس، ودائما كنلاحظوا ان كيكون واحد الجو عائلي محض. كان هذا العرس الفني كان بنظيم ايمان ولالا اميمه اللي كانوا صراحه نظموا داك الشيء زويون، وبحضور الفنانه باطمه ابتسام، وتشرفنا هذا النهار بمعرفتكم صراحه. شكرا لك، الله يحفظكم ويجزيك. مرحبا بك معنا اليوم في هذه الاجواء الاحتفاليه الكبيره في مدينه فاس. فين على الحضور ديالك، وبخصوص ان الاطلاله ديال ابتسام باطمه كانت من الايادي الانامل ديالك. ميرسي بوكو هويا من لاختك، شكرا على الانترفيو. كان عندي الشرف الكبير انني ناخذ ابتسام باطمه، بيان سور الماكياج من الانامل ديالي، والشعر من الماكياج هشام البار. دونك بيان سور انا سناء معكم، سناء من مركز جميل هشام البار فري ستايل. كان شرف كبير لي انني تجي عندي الصالون، تشرفني. ان شاء الله تكون عجبات تكون الاطلاله ديالها. كذلك كنشكر المنظمين على هذا الحفل الرائع والامسيه الممتازه اللي فريمون جمعت تبارك الله الناس ديال فاس، وفرحنا بهذه البلاد المباركه. وبيان سور هي شرفتنا بيان سور هنايا في القاعه، كنقول لها ميرسي بزاف. ميرسي ليك سناء، شكرا لك. ميرسي. دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.